شكروني يا ودي شبيك قلت شبيك شبيك خايض علينا على الصباح وصا بالك بدل ساعة الصفر بساعة أخرى خلي نهار يتعدى على خير يا راجل يا ودي قال لي راه إهانة 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 قال لي راه احتقار للكفاءات التونسية أنا قال لي التاريخ في التصفير تور أوبيراتور كامل أنا وحدي قال لي هزيت هزم فليقة قال لي رجال ونساء وصغار وكبار وجهال ومتعلمين البؤر التوتر يجي وقت الجد ويوخروني التالي باش يتصدروا هما المنابر توا أنا قال لي أنا عرسة من عرس التصفير يخليوني خارج الطرح ويمشيوا يحقوا مع الغنوشي والعريض واللوز وأنا لا علاش قلت له يا أخي الغنوشي والعريض واللوز مش عرسهم زادة في الدومين ولا قال لي برجلية نحن العرس ما نصبوش ببعضنا فأنا قلت له أصبر هم جايين بالعرسة أصبر ما تتسرعش توا لهين بجماعة دعاء السفر وبعد هذا باش تلهاو بجماعة دعاء التصفير سبق الخير أما تحل الدوسي خويا تحل الدوسي بتاع التسفير هذا وإن شاء الله ربي يظهر الحقيقة والله وإن شاء الله يتحاسبك اللي بعثوا أولادنا للموت وأولادهم هما شيخين في اليخوت منهم شيخ خرج يشجع في الشباب على الجهاد في سوريا مشيوا قال لهم مشيوا مدام كوكاش الشباب مشيوا جهادوا في سوريا قالوا له يا شيخ ولادك بعثتهم يجهادوا في سوريا قال لهم لا قالوا له علاش قال ما يعرفوش يحكيوا بالسوري يا شيخ علاش ما دعيتش للجهاد في فلسطين قال فلسطين لها ربي وسوريا لها ربي ما تحل الملف تو تحلوا باش قال لك باش تجبدوا اسامي ما هي اسامي خويا ان شاء الله برك الملفات ما تطلعش خرط الرعد ما ملف التسفير كان مخبي بين الرفوف عنده سنين الله مخبي ملف التسفير حتى لجنة التحقيق حول شبكات التسفير في مجلس النواب نهارت اللي حطوا الملف على الطاولة لقوا الملف لقوا الطاولة حتى فاطمة المسدي قالت هزت الملف في المجلس الأمن القومي قبل يا أخي الباجي يرحمه كلم الغنوشي قال له صبعك قال له شبيه قال له تحت الزرصة يا شيخ تحل فمك تحل الملف وخلاها الملف ورقة ضغط مع مقترح لجنة الحقوق والحريات بتاع بشرى بالحاجة حميدة هكاك خلاها مزوز مع بعضهم حتى مشات فاطمة المسدي باش تقولوا ياسر الباجي راهي أمانة لقات ربي هذه الأمانة الله يرحمه ويرحمنا أجمعين أما هو عودوا جبدوه الملف توي خلي تقل أخوي خلي تقل تلاقى عد إن شاء الله بركة اللي عمل لي تحاسب وما تظلم حد قال لك كي جبدوا الملفات الغبرة تسقف معصرة ما هو جماعة القدم حبوا يبعثوه غبرة يا أخي جماعة جدد جاءوا نفضوا عليه الغبرة أو توا من هذا الاثنين عيطوا للغنوشي والعريض وحبيب اللوز للتحقيق في قضية ملف التسفير حتى المنصف المرزوق يتغش المرزوق يتغش كلمهم غادي كيفاش قالهم عاملين عيد ميلاد على التسفير وما تعيطوا ليش وبلوس قالهم مش النهضة اللي كانت تبعث في التسفير أما قالوا شكون قالهم الحاج البراهمي ومرتو يا المرزوقي قالوا له تو انت مع الحق ولا مع النهضة قالوا انا مع النهضة بالحق حتى الغنوشي قال له راكم غالطين فيا انا راني عندي علاقة بالتكفير مش بالتسفير قالوا له كيفاش قالوا انا الشعب كامل كفرته من الغلب قالك الحبيب اللوز زاد حبيب اللوز سألوا القاضي قالوا كيفاش عينت راجل بنتك مدير المصالح المختصة سأل القاضي قالوا أنا ما عنديش بنات من أصله قالوا القاضي كيفاش تعرف عائلتك أكثر من الحاكم ولا مشي الحبيب اللوز البلدي يسأل بربي قال لهم سامحوني بربي إيش عندي صغار أنا قالوا له عندك 3 أولاد ذرية وبنية عينوها لك في القضية حتى نور الدين البحيري خرج بدبوزة زيت قدام قطب الإرهاب والله العظيم قال لك باش يأثر على الحاكم جاب له زيت الحاكم ياسر نور الدين قالوا له زيت الزيتونة لا قال لهم زيت الجزيرة مباشر أما صارت مشكلة في التحقيق يا جماعة لا صارت فضيحة فضيحة كبيرة ياسر قال لك الغنوشي مورس عليه التعذيب والله شبيك سمير ديلو قلم وقع التعذيب والتنكيل بالشيخ راجل الغنوشي كيفاش قالوا له ايجا عاد احكي لنا خلينا نصبوا الامور شنو ضربوه ولا علقوه ولا طفوا عليه السواقر ولا كيفاش التعذيب هذا لا قلم خلوه يستنى 14 ساعة شي قالوا له 14 ساعة هو معلق ولا في وضع دجاجة ولا في وضع الخروف ولا كيفاش لا قلم 14 ساعة قاعد على كرسي والله سارة قالوا له 14 ساعة على كرسي تعذيب لا على حسب هكا الموظف في إدارة كيبطى شوية في الخدمة على بيروه يتسمى من ضحايا التعذيب لا ياسر ولا هو لايت جماعة النهضة حسيلو ربي يبين الحق والمظلوم ربي ينصره والظالم واللي دمغج العباد باش يمشي ويموتوا في بلاد الغير الله لا يوريه خير وأنا هني صابر وبرك.